السؤال التاني عبارة عن جدول، تمام؟ بعمل جدول كبير وبنقل فيه الأرقام دي. بس قبل ما نبدأ في السؤال التاني هنتكلم عن كام حاجة. عندي حاجة اسمها ميزان المدفوعات أو اسمه رصيد ميزان كلي، لازم تعرف يعني ممكن يطلب منك رصيد ميزان كلي وما يقولكش كلمة ميزان مدفوعات. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 حاجات: حساب جاري واسمه برضه ميزان العمليات الجارية، أو حساب رأس المال واسمه ميزان المعاملات الرأسمالية، وحاجة تالتة اسمها السهم والخطأ. كويس أوي، هنمسك أول حاجة اسمها ميزان العمليات الجارية اللي هي إيه؟ أول فرع كده. بيتقسم كام حاجة؟ بيتقسم حاجة اسمها حساب تجاري وحساب خدمات وتحويلات من جانب واحد. لاحظ ان حساب تجاري ليه اسمين برضو، وحساب الخدمات برضو ليه اسمين، تمام؟ يعني لازم تعرف الاسامي دي كلها كويس. وتحويلات من جانب واحد، ايه اللي هيحصل؟ كل كلمه من دول عباره عن رقم، كل كلمه من دول عباره عن رقم. هجمع الارقام دي مع بعضها عشان احصل على حاجه تانية. في الاول بس وانا بتكلم عن الاوت لاين بتاع الموضوع مش هيبقى واضح، بس ايه يعني هتاخد فكره الاول وبعدين ندخل على المساله ان شاء الله. طيب دي كده مين؟ دي كده اول حاجه اسمها الحساب الجاري. طيب تاني حاجة اسمها حساب رأس المال اللي هي دي، وتالت حاجة اسمها السهم والخطأ. لما أنا أجيب ميزان العمليات الجارية وأجيب حساب رأس المال وأجيب السهم والخطأ وأجمعهم التلاتة مع بعض، هحصل على حاجة اسمها رصيد ميزان المدفوعات أو رصيد الميزان الكلي اللي هي دي. يعني ديت عشان أحصل عليها هجمع دي وأجمع دي وأجمع دي. طيب دي لوحدها عبارة عن كذا حاجة فجواها كذا رقم. المهم في الآخر هتشوف المسألة ماشية إزاي. طيب في الفاظ بتدل امتى تعرف ان الحاجه اللي هو قايلها لك في المساله دي حساب خدمات؟ كلمه نقل، كلمه شحن، سياحه، انفاق، فوائد، خدمات، تمام؟ امتى تعرف انها تحويلات من جانب واحد؟ الفاظ دل عليه هبات، منح، اعانات، وتحويلات. طيب حساب تجاري او ميزان تجاري هيبقى فيه كلمه صادرات سلعيه وواردات سلعيه، بتدور عليها في المساله. لاحظ ان انا برضو بقول لك لغايه دلوقتي انت مش هتبقى فاهم حاجه، بس الكلام ده لازم اقوله في الاول. عندي حاجه اسمها التغيرات في الاحتياطات الرسميه، التغيرات في الاحتياطات الرسميه بحطها في الجدول. دي عباره عن نفس القيمه بتاعه ميزان المدفوعات ولكن بعكس الاشاره. كويس. حاجه تانية، حاجه اسمها قواعد التسجيل. دي بقى اللي هبدا بيها المساله فعلا. اي اموال تدخل للدوله احطها موجب، اي اموال تخرج من الدوله احطها سالب. دي اول حاجه هبدا بيها المساله. ملحوظه تانية المعيد قال عليها، اي حاجه انت مش لاقي للفظها دلاله حطها في ميزان الخدمات. اي حاجه حطها في ميزان الخدمات، وهتلاقي المساله في اللي احنا الميدتيرم اللي احنا سلمناه اللي الدكتور بعته لنا وسلمناه من دول. طيب تعال نشوف المساله ماشيه ازاي. بيقول لي اذا توفرت البيانات التاليه عن المعاملات الاقتصاديه الخارجيه لمصر عن سنه معينه بملايين الدولارات. انا عندي الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها كل واحده منهم هتبقى برقم. وظيفتي دلوقتي اعرف الرقم ده موجب ولا سالب. بعد كده همسك الحاجات دي اوزعها، هقول والله هي تبع الحساب التجاري ولا حساب الخدمات ولا تحويلات من جانب واحد. اول ما تشوف المساله الدنيا هتبقى واضحه، بس تعالى نركز في الخطوه دي. اقراض قصير الاجل الى الخارج، انت اقرضت الى الخارج يعني انت سلفت ناس فلوس، يعني انت طلعت فلوس بره، فدي هتبقى سالب 320. صادرات سلعيه، انت عملت ايه؟ انت صدرت سلع، ايه اللي حصل؟ جالك فلوس، فلوس دخلت، هتبقى موجب. صافي متحصلات عن خدمات حكوميه، انت تحصلت عن خدمات حكوميه، تمن الخدمات دي انت تحصلت على فلوس، هتبقى موجب 400. انفاق مواطنين سائحين في الخارج، ناس مصريين طلعوا بفلوس صرفوا بره، يبقى الفلوس قلت، يبقى ايه؟ سالب. مدفوعات عن خدمات شحن، دفعت فلوس يبقى بالسالب. اقراض طويل الاجل الى الخارج، انت اقرضت الخارج اديت الخارج فلوس، تبقى سالب. صافي انفاق حكومي في الخارج، الحكومه عملت ايه؟ انفقت، يبقى ايه؟ بالسالب. اقتراض قصير الاجل من الخارج، اقتراض قصير الاجل من الخارج، انت اقترضت يعني اخدت فلوس، هيبقى بالموجب. انفاق سائحين اجانب في الداخل، هم جم انفقوا عندنا موجب. واردات سلعيه، مع سلع جات لنا اكيد احنا دفعنا عليها فلوس ما جاتش ببلاش، يبقى دفعنا ايه؟ بالسالب. ارباح وفوائد محصله من الخارج، معلش الموضوع طويل بس عشان ايه؟ نعرف كل واحده. ارباح وفوائد محصله من الخارج، احنا خدنا فلوس من الخارج يبقى موجب. معونات نقديه مقدمه للخارج، للخارج يبقى سالب، لو من الخارج تبقى موجب. اقتراض طويل الاجل من الخارج، اقترضنا يبقى ايه؟ بالموجب، تمام؟ وفي السهو والخطا هو حاطط هنا اشاره سالب. طيب المطلوب بقى الاربع حاجات دول، رصيد ميزان تجاري، رصيد ميزان معاملات تجاريه، رصيد ميزان عمليات راسماليه، تغير في احتياطات رسميه. طيب اللي عمله هنا بص كده عشان بس ايه في لخبطه هنا. اول حاجه المعاملات التجاريه، المعاملات التجاريه قلنا المعاملات التجاريه تحتها صادرات سلعيه واردات سلعيه، تمام؟ كانت موجوده فين في الورق؟ اهي معاملات تجاريه او ميزان تجاري تحتها صادرات سلعيه واردات سلعيه.
والمعاملات التجاريه تبع حاجه اسمها ميزان عمليات جاريه. المتحصلات كام؟ المتحصلات هتبقى 500 وسالب 600. صادرات سلعيه اهي، واردات سلعيه اهي. صادرات سلعيه 500 هتتحط في جانب المتحصلات اللي هو باشاره موجبه، واردات سلعيه تبقى بسالب 600، واردات سلعيه هتبقى بسالب 600، اتحطت هنا في خانه المدفوعات. طيب حجمها الاثنين دول مع بعض، حجمها الاثنين دول مع بعض عشان احصل على ايه؟ احصل على حاجه اسمها رصيد الميزان التجاري. يبقى 500 وسالب 600 تطلع ايه؟ سالب 100. اهم حاجه الترتيب، اهم حاجه الترتيب، ما نحطش حاجه قبل الثانيه. خلاص يبقى احنا خلصنا ايه؟ من الف، خلصنا من الف. طيب تعال نشوف ايه ب. رصيد ميزان الخدمات اللي هي المعاملات الغير منظوره. ميزان الخدمات او معاملات غير منظوره اللي هي الثانيه، احنا خلصنا الاولى خلاص، هندخل على الثانيه. بيدل عليها نقل، شحن، سياحه، انفاق، فوائد، خدمات. فهتلاقي حاجات هنا موجود فيها ايه؟ انفاق مواطنين حطيتها هنا ايه فيها عشان كلمه انفاق، انفاق سائحين والسياحه حطيتها هنا، كلمه مدفوعات عن خدمات، كلمه خدمات معايا، تمام. صافي متحصلات عن خدمات حكوميه معايا، صافي انفاق حكومي كلمه انفاق معايا، ارباح وفوائد محصله من الخارج، تمام. هتحط كل واحده باشارتها. شوف الحاجات دي التاني الكام سطر دولت، ست سطور دولت متنطورين هنا، انا استخلصتهم من هنا وحطيتهم هنا تبع مين؟ تبع البيه، تبع البيه، وكل واحده بالرقم بتاعها. يعني مثلا انفاق مواطنين سائحين في الخارج بسعر 350 اهي، انفاق مواطنين سائحين حطيتها بسعر 350 في المدفوعات، انفاق سائحين اجانب في الداخل حطيتها بالموجب اللي هي ايه 600، وهكذا. مش هطول عليك، اجمع الارقام دي كلها 680 و400 وسالب 350 وسالب 250 وسالب 20 هتطلع 460، ودي قيمه مين؟ دي قيمه البيه. يبقى احنا جبنا قيمه الالف بجمع الاثنين دول، قيمه البيه بجمع الست حاجات دول. طيب جيم بقى، جيم ديت رصيد تحويلات من جانب واحد اهي، تحويلات من جانب واحد، الفاظ دل عليه هبات، منح، اعانات وتحويلات. عندي هنا في الجيم معونات او اعانات، فين كلمه معونات؟ معونات نقديه حكوميه، معونات اهي، معونات نقديه حكوميه بسالب 30. يبقى عند جيم معونات نقديه، معونات نقديه حكوميه بسالب 30. طيب هي الوحيد اللي موجود، يعني الب جمعت الست حاجات، الالف جمعت الحاجتين، الجيم في حاجه واحده فحطيتها بالسالب. طيب خلي بالك، مش احنا قلنا الثلاث حاجات دول طالعين من ميزان العمليات الجاريه؟ ميزان العمليات الجاريه، يعني ميزان العمليات الجاريه عشان احصل عليه حجم الف وب وجيم. يبقى انا جبت الف بسالب 100، جبت ب ب 460، جبت ج بسالب 30. اجمع 100 سالب 100 و460 وسالب 30 هتطلع بكام؟ 330. طيب خلصنا اول واحده اللي جواها ثلاث حاجات. تاني واحده حساب راس المال او ميزان العمليات، المعاملات الراسماليه اللي هي مين؟ اللي هي رقم 2. دي بقى بعرفها ازاي؟ بعرفها كلمه اقتراض قصير الاجل طويل الاجل. لازم الاول تكتب كلمه اقتراض قصير الاجل وبعديها طويل الاجل. هتلاحظ في اقتراض قصير الاجل من الخارج والى الخارج، طويل الاجل من الخارج والى الخارج. يبقى كلمه قصير الاول وكلمه طويل تاني حاجه. هتحط ديت بقيمتها 120 ودي 200 وسالب 320 وسالب 100. هنجمع الاربع ارقام دول 120 و200 وسالب 100 وسالب 320 هتطلع معاك بكام؟ بسالب، هتطلع معاك بسالب 100 اللي اسمها رصيد حساب راس المال. طيب السهو والخطا هو قال لك بسالب و30، سالب و30 هتحط كلمه السهو والخطا بكام؟ سالب 30. بص عشان ما تكونش تهت مني، بس احنا جبنا حساب العمليات الجاريه وطلع فيها الف اول واحده، الف وب وجيم، جمعنا اللي في الجيم مع الب مع الالف فجبنا ميزان الايه؟ العمليات الجاريه وخلصناها، تمام. ولسه قايلين حالا دلوقتي معاملات الراسماليه، جمعنا الاربع ارقام دولت وجبنا حساب راس المال، يعني جبنا دي لوحدها وجبنا دي لوحدها. وتالت حاجه قلناها السهو والخطا طلعت سالب 30. هتجيب بقى الرقم ده اللي هو حساب جاري ميزان العمليات الجاريه، رصيد اهي اللي هو كام؟ 330. ده رقم واحد، اول واحده طلعت بكام؟ 330، تمام. تاني حاجه عندك طلعت بسالب 100 اللي هي دي. تالت حاجه عندك السهو والخطا اللي هي دي. هتجمع دي مع دي مع دي هتطلع لك رصيد الميزان ايه؟ رصيد الميزان الكلي، تمام. دي 200. في ملحوظه قلناها تغير في الاحتياطات الرسميه، دي بتساوي اللي فوقها بالظبط بس بايه؟ بعكس الاشاره. بس هي دي المساله، وحاول تحلها بايديك عشان ما تتلخبطش. شكرا.